لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قال ابن جرير رحمه الله. وقال آخرون كان ابتداء تأخير المشركين 14 وانقضاء ذلك لجميعهم وقتا واحدا. قالوا وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر وانقضاؤه انقضاء 10 من ربيع الآخر. ما الفرق بين هذا القول والذي قبله؟ الذي قبله جعل عدة انتهاء أصحاب العهود 14، ومن ليس له عهد فعهده انقضاء الأشهر الحرم آخر المحرم، كما ذكرنا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغير واحد. وذكرنا أن القول السابق هو أصح الأقوال، إلا أنه يلزم أن يضاف إليه ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. أما هذا القول فيقول الكل أجل 14، كأنه بناء على ذلك الأربعة الأشهر هي نفسها الأشهر الحرم. فمعنى الأشهر الحرم ليس الاصطلاح المعروف، ولكن المقصود بها الأربعة أشهر التي منعوا فيها من القتال. هذا خلاف الظاهر. حرمت الألعاب. نعم، حرم هذا العام فقط وليست في كل الأوقات. هذا بلا شك ليس هو اصطلاح العرب وما تقوله العرب عن الأشهر الحرم، وما ذكره الله عز وجل في القرآن، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. فالله قد قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذن كل سنة فيها 4 أشهر حرم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال ابن جرير عن السدي: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال: لما نزلت هذه الآية برئ من كل عهد، برئ من عهد كل مشرك، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد، وأجرى لكل مدتهم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر لمن دخل عهده فيها من 10 ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. يعني استثنى السدي خلافا للإطلاق الذي ذكره ابن جرير بقوله وقال آخرون أن ذلك انقضاء ذلك لجميعهم وقتا واحدا. السدي استثنى من كان عاهد وأجرى لكل مدتهم،
وجعل جميع المشركين نهاية أمرهم إلى العاشر من ربيع الثاني. مع أن هذا القول رغم أن ابن جرير يقول أن هذا هو يعني العنوان الذي عنوان به، من تأمل كلام السدي وجد أنه لم يتعرض لمن لم يكن له عهد أصلا، بل هو مثل الذي قبله في ذكر بعض الأصناف والسكوت عن الصنف الآخر، أن سكت عن الأصناف التي لم تعاهد، إنما تكلم على العهد، على من عاهد. وهناك ملاحظة أخرى على هذا الكلام، وهو قوله لم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد. هل هذا الأمر يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخ ذلك، أم أنه يخبر فقط عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاهد، ولا يلزم من ذلك أنه يمنع ذلك العهد الذي لا شك فيه أنه ليس هناك ما يدل على نسخ العهود، وإنما على عدم فعلها، كما لو قلنا لم يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الحديبية، منذ هاجر إلى الحديبية، هل معنى ذلك أنه كان ممنوعا؟ لم يكن ممنوعا، ولكنه لم يكن مصلحة فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعاهد بعدها أحدا إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وعاهد الخلفاء الراشدون وغيرهم، واستمروا على عهود سابقة مطلقة ومؤقتة، وعاهدوا بعد ذلك أنواعا من العهود، كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله، قال عن محمد بن كعب القرظي وغيره، قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 30 أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأ عليهم براءة يوم عرفة، أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا ظاهر فيما عنوان به، لأنه أطلق وقال أن كل المشركين أجلوا 4 أشهر، وما أظنه يقول أن من كان له مدة تنتهي مدته، لأن الله قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. عن قتادة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر، كان ذلك عهدهم الذي بينهم. عن مجاهد، براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج
ومن كان له عهد منهم أو غيرهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ. قال حين فرغ منها وأراد الحج ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون وراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رحمة الله عليهما فطاف بالناس بذي المجاز السوق يعني وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها بها وبالموسم كله وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر في الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 يخلون من شهر ربيع الآخر ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا فآمن الناس أجمعون حينئذ ولم يسح أحد لم يسيح في الأرض يعني. وقال حين رجع من الطائف مضى من فوره ذلك فغزى تبوك بعد إذ جاء إلى المدينة. هذا الذي يصرح بأن الأشهر الحرم هي التي تلت يوم العشر التي يجعل هذه الأشهر الحرم هي 4 أشهر التسيير. وهذا الذي ذكرنا أنه خلاف الظاهر من القرآن والسنة ولغة العرب فلا يصح أن يفسر القرآن بما هو خلاف الظاهر من ذلك كله. ده اللي رجحه ابن القيم في زاد المعاد ورجع عنه إلى القول الذي نرجحه في كتاب أحكام أهل الذمة حيث رجح فيه أن فإذا انسلخ الأشهر الحرم نهاية المحرم وهي لمن لا عهد له وأن أشهر التسيير نهايتها 10 من ربيع لمن له عهد مطلق ومن كان له عهد مؤقت فعهده إلى مدته. هذا الذي ذكره وذكر أيضا عهد الذمة الذي مع أهل الكتاب بدفع الجزية والتزام الصغار هذه أنواع العهود إضافة أيضا إلى الأمان. قال وقال آخرون ممن قال ابتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحدا كان ابتداؤه يوم نزلت براءة وانقضاء الأشهر الحرم انقضاء المحرم وذلك انقضاء المحرم. عن الزهري فسيح في الأرض 4 أشهر قال نزلت في شوال فهذه 4 الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذا أضعف الأقوال لأن ذلك لو كان كذلك لكان أبو بكر ذهب بها ابتداء وإنما لما خرج أبو بكر من المدينة نزلت براءة فأرسل بها علي بن أبي طالب. ثم كيف يلزم المشركون بشيء لم يبلوهم ولم يعرفوه إذا قيل لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر يعني من حين نزلت عندنا سورة براءة؟ أم أن الظاهر من الكلام أنه إذا قيل لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر أي من يوم الحج الأكبر كما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ولم يقل
أذان من الله ورسوله إلى الناس في شوال، ثم هذه شوال ليس من الأشهر الحرم ولا من أشهر التسيير. قال: وقال آخرون إنما كان تأجيل الله الأشهر الأربعة المشركين في السياحة لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدته أقل من أربعة أشهر. أما من كان له عهد مدته أكثر من أربعة أشهر فإنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يتم له عهده إلى مدته. قال الكلبي: إنما كان الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة الأشهر فأتم له الأربعة، ومن كان له عهد أكثر من أربعة فهو الذي أمر أن يتم له عهده، وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. سبق أن ذكرنا أن الصحيح في ذلك أن من كان له عهد فعهده إلى مدته أيا ما كان، قبل الأربعة أو بعدها، قبل الأشهر الحرم أو بعدها، لكن لو كان قبل انقضاء المحرم فهو داخل ضمن من لا يقاتلون حتى ينسلخ الأشهر الحرم. أما من كان عهده بعد ذلك فعهده إلى مدته. قال أبو جعفر رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وهذا شيء عجيب من ابن جرير رحمه الله. الذين نقضوا العهد لا عهد لهم، لا يحتاجون إلى مهلة، لا يحتاجون إلى براءة، بل يجوز الهجوم عليهم فجأة لأنهم هم الذين نقضوا العهد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حين نقضت عهد الحديبية فلم يعلمهم ولم يؤجلهم مهلة. وكذلك كل من نقض العهد سواء كان عهدا مطلقا كما نقضه قريظة فانطلق وحاصرهم دون مهلة لأنهم هم الذين نقضوا العهد، الذي يحتاج إلى مهلة من وفى بالعهد، لكن لما لم يثبت نوعي العهد، العهد المطلق والعهد المؤقت، اختلط هذا الأمر وأتى بهذا الكلام غير الصحيح. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.